بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أجدد اللقاء بكم في هذه الحلقة المباركة، وسأتحدث عن نعمة الأمن والاستقرار. إن الأمن والاستقرار بهما تعمر الديار وتتقدم الأوطان، وهما نعمتان من نعم الله على عباده المفضية إلى سعادة الإنسان وراحته وتفرغه لعبادة ربه واكتساب معاشه وسعيه في مصالحه ومصالح غيره وشعوره بالطمأنينة التي تدفعه للعمل والبناء والتشييد ومواصلة الاختراعات العلمية والمادية التي بها تتقدم الحضارة الإنسانية وتنمو وتتسع وتغمرهم بوسائل العيش الرغيد والحياة السعيدة، ويمتد هذا إلى الأجيال اللاحقة من الأجيال السابقة ومن الآباء للأبناء ومن دول إلى دول، كل ذلك في تسلسل منتظم ومصلحة مشتركة وتفاهم متين. وهذا كله لا يمكن أن يحصل إلا في ظل الأمن والاستقرار واستتبابهما ورسوخهما وجعلهما أعز ما يطلب. لكن عدم شعور الإنسان بالأمن على نفسه وعلى نسله وعلى ماله وعلى وطنه وعلى دينه يجعله مضطربا غير مستقر، وقانطا غير متفائل، ومنكمشا على نفسه غير منفتح متحرك، ومتقاعسا عن الإتقان. وهذا كله يجعل حضارة الأمة في تقهقر وتأخر، ويعرضها لأزمات نفسية واجتماعية واقتصادية. ولهذه الأهمية نص الحق سبحانه على أن الرشاد والهداية والتبصر لا تكون إلا مع الأمن وفي ظله. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت طلب في دعائه لأهل مكة الأمن والاستقرار، لعلمه بأن مهمة العبادة لله وحده لن تتحقق إلا في ظل الأمن والأمان. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إن دين الإسلام دين سماحة وعدل وسطية واعتدال ورأفة ورحمة بالموافق والمخالف، يترفع بتعاليمه الهادية عن الاستخفاف بالناس وقتلهم بغير حق ونعتهم بأقبح النعوت أو غزوهم بغير مبرر وتخريب لأوطانهم بغير هدف، لأن هذا كله يتنافى مع المقاصد الكلية للشريعة التي أصبح بعض أبناء جلدتنا لا يفهمون منها إلا التخريب والتشريد وإيقاف عجلة التنمية. أيها الأحباب الكرام، شؤون الحياة جميعها مرتبطة بالاستقرار. شؤون الحياة مرتبطة بالاستقرار، لا يمكن أن تستقيم الحياة بدون استقرار بدون أمن، فهو مطلب منشود وحاجة ملحة. لا يستغني عن الاستقرار أحد، لا يستغني عن الأمن أي مجتمع كيفما كان. الإنسان لا يهنأ له عيش ولا تنتظم له سعادة ولا ينشط لعمارة الأرض إلا في ظل الاستقرار الذي هو من نعم الله عز وجل علينا. فالحياة الطيبة
والحياة السعيدة مرهونة بتوافر مقتضيات الاستقرار. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. للاستقرار شأن كبير وقدر جليل، جعله الله وصفا لثواب أهل الجنة ونعيمهم. قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. رتب الإسلام أشد الوعيد على الإفساد في الأرض بعد إصلاحها واستقرارها. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الإسلام بمنهجه الرباني الحكيم فهو أصل للاستقرار النفسي والاستقرار الأمني والاستقرار الاجتماعي، فهو يزيل أسباب القلق والتوتر. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويضع الإسلام كل ما أودعه الله في الأرض من ثروات كبيرة وموارد ضخمة تحت يد البشرية لتحقيق معنى الاستقرار. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سنكمل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.